أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية والدولية. أبدأ وإياكم من الميثاق، نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني، ومقال للكاتب أحمد صبري جاء فيه: وضع الموقع الاستراتيجي للعراق من حيث عمقه بالتاريخ ودوره كلاعب مهم ومؤثر كذلك في مسار الأحداث بالإقليم الذي يحيط به من جهاته الست في قلب دائرة الصراع على المنطقة، ودفع من أجل ذلك الكثير ليتجنب ارتدادات هذا الصراع وتأثيراته كذلك على كيانه ووحدته. وما أضاف إلى هذا الدور والموقع الذي يتمتع به العراق أهمية وتأثيرا ثروته وحضارته وعقوله النيرة، إلا أن العراق ظل يعاني من انكفائه على اليابسة من دون إطلالة على البحر مثل دول الجوار المنفتحة على البحار، وبسبب هذا الانكفاء والخلجان خسر العراق نافذة انفتاح على العالم، وأصبح ذلك هاجز ساسته برمتهم منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 وحتى اللحظة. وأصبحت دول الجوار العراقي كمصدات الرياح تحول دون إطلالته على البحار إلا من خلالها بحسب قوانين الجغرافيا والتاريخ. ودفع العراق جراء غبن الجغرافيا الكثير من دون تصحيح هذه المعادلة، رغم أنه يطل على الخليج بأفق محدود، إلا أن هذا الأفق ظل على مدى التاريخ مثار خلاف مع جيرانه. وبسبب هذا الخلاف خاض العراق حربا دفاعية مع إيران دامت 8 سنوات، وكلفت البلدين خسائر جسيمة بالأرواح والأموال من دون حل لهذه المعضلة رغم تبدل الأنظمة والحكام. وبفعل الإحساس بغبن الجغرافيا التي حرمت العراق من منفذ على البحر، وتدني معدلات المياه التي تصب في أراضيه عبر نهري دجلة والفرات، فإن واقع الحال يشير إلى أن العراق مقبل على أزمة مائية ربما ستحوله إلى بلد يعاني من التصحر والجفاف ويشكو الظمأ. هذه التحديات التي تواجه العراق يضاف إليها تحديات الأمن والأزمة المالية والنازحون والانقسام السياسي بين أطراف العملية السياسية الحالية، وضعت العراق جميعها على طريق المجهول بعد أن أخفقت الطبقة السياسية التي ورثت مرحلة الاحتلال في التصدي لهذه التحديات وتلبية حاجات العراقيين بوطن آمن وموحد تسوده العدالة والعيش المشترك. غير أن هذه الطبقة نهجت طريق الإقصاء وكرست خطاب الكراهية بين المكونات العراقية، الأمر الذي فتح الأبواب مشرعة أمام دعوات التقسيم واللجوء إلى خيارات وضعت العراق على طريق المجهول. من صحيفة المدى نقرأ مقالا للكاتب علي حسين جاء فيه: قال لي أحد الزملاء يقول: هل أنت متفائل بالنواب المستقلين بين مزدوجين؟ قلت له: أنا متشائل. بهذه النبرة أنا متشائل على طريقة الكاتب الفلسطيني الراحل إيميل حبيبي، ومثل بطل روايته أبي سعيد أجد نفسي في حيرة وأنا أراقب الوعود التي أطلقها النواب المستقلون أثناء الانتخابات، وكيف أن البعض راهن عليهم، لكن للأسف اكتشف الناس أن شعارات محاربة الفساد والقضاء على المحاصصة ودولة المؤسسات والرفاهية والديمقراطية تحولت كلها برمتها إلى صفقات وجلسات سمر، واستبدل التكتك بسيارات دفع رباعية وحمايات وممارسة حالة من النصب السياسي العلني، ليكتشف المواطن المسكين أنه تورط في كذبة اسمها المستقلون، لأن السادة النواب حولوا شعاراتهم إلى أرباح وعوائد وفوائد. ستفاجأ عزيزي القارئ أن ما صرف على برلماننا الأعرج خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ أكثر من 80 مليار دولار رواتب فقط، عدا المصاريف والحمايات والإفادات وجولات السيد الحلبوسي ومسامرات حاكم الزاملي الذي قرر أن يصبح هو الجهة التنفيذية والتشريعية. ولا ننسى
بدلة علاء الركابي العسكرية وولائم حسين عرب. انتبه للرقم الذي ربما يتجاوز 100 مليار دينار بعد أن يضاف له المصاريف. ترى ماذا لو استخدم هذا المبلغ لبناء مجمع سكني لمواطنين يسكنون في بيوت من التنك؟ أليس هذا واعز وأبقى عند الله والوطن؟ للأسف بعد 19 عاماً من الهوان لم يعد ثمة من يجادل في أن للبرلمان طريق مفروش بالامتيازات والجكسارات، وللناس المغلوبين على أمرهم طرق مليئة بالغبار وعجاج العشائر. منذ أيام والجميع يتحدث عن مشاريع التغيير والإصلاح ويحذروننا من الانسداد وغضب السماء على هذا الشعب الذي يتبطر على نعمة الديمقراطية، لكن المواطن المبتلى بقاذفات العشائر وغياب العدالة يعرف جيداً أن ما يقال على الفضائيات لا يعدو كونه مجرد كلام. الذي أعرفه خلال 19 عاماً عشناه مع الخراب أن القضية لم تعد مجرد تغيير وإصلاح وأضيف لها انسداد، بل إنقاذ العراق. وقد أعطيت نفسي أكثر من فرصة أتفائل فيها بما سيفعله النواب المستقلون، وكنت مراهناً نفسي على أنهم سيعيدون للبرلمان مكانته التي يجب أن يأخذها، ويبدو أن المتشائم انتصر في النهاية وخسرت الرهان. نقرأ في عربي 21، يقول الكاتب منير شفيق: في العام 1852 نظمت الدولة العثمانية في القدس جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية منها، بما في ذلك الكنائس المسيحية، من حيث تحديد مكان كل طائفة مسيحية وكنيستها داخل كنيسة القيامة المعروفة. وهذا ما اعتبر الواقع القائم الذي لا يتغير، وقد اعترف به الجميع بما في ذلك الدول، وهو ما حافظت عليه بريطانيا من 1917 إلى 1948، وحافظ عليه الأردن من 1950 إلى 1967، ولم يخترق بتاتاً إلا بعد الاحتلال الصهيوني للقدس، حيث وقعت عدة انتهاكات لأماكن مقدسة مسيحية وأخرى إسلامية في القدس كما في فلسطين، كلها قبل 1967 وبعدها. ووصلت عمليات الانتهاكات إلى حد تقسيم الصلاة في الحرم الإبراهيمي في الخليل والسيطرة العسكرية عليه فتحاً وإغلاقاً لأبوابه، حتى أصبح أصحابه المسلمون أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام فيه كما يقول الكاتب. وهنالك أضرحة صودرت بالكامل كضريح سيدنا يوسف عليه السلام في نابلس مثلاً. الانتهاكات الأخطر فقد كانت من نصيب المسجد الأقصى وقبة الصخرة وباحاته وجواره، وهو المحدد بكامله أرضاً وبناءً وأسواراً وأبواباً وأحياءً في مراسيم تنظيمات 1852 ستاتيك. وقد اخترع الصهاينة اسماً للمكان أسموه بجبل الهيكل، والزعم بأنه مكان الهيكل المنسوب للنبي سليمان عليه السلام، ولكن الحفريات التي لم تترك شبراً إلا وصلته تحت المسجد الأقصى أثبتت بطلان أي أثر للهيكل المزعوم في المكان، كما هو الحال بالنسبة إلى كل الآثار اليهودية المزعومة في القدس وفلسطين قبل 2000 سنة من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. بالرغم من هذا الزعم الذي لا أساس له في مكان المسجد الأقصى أو في أي مكان حوله مهما وسعت دائرته من دونمات، ومع ذلك ظل الهدف الصهيوني بناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى بعد هدمه. فهدف الكيان الصهيوني النهائي ليس انتهاك الواقع القائم الاستاتيكو للمسجد الأقصى أو تقسيم الصلاة فيه كما هو مسعاه من الانتهاكات الحالية، إنما هدم المسجد وقبة الصخرة ومصادرة المكان كله وما حوله بأسرهما، الأمر الذي يعني عملياً وموضوعياً شن حرب دينية ضد مسلمي العالم كله. فالهدف ليس التوسع ولا الاحتلال والسيطرة، وإنما اقتلاع المسجد الأقصى وقبة الصخرة وما حولهما من أحياء ومحوها تماما. وقد يكمل المشروع الصهيوني إذا استطاع محو كنيسة القيامة وتهويد القدس بالكامل،
لأن الأماكن الإسلامية والمسيحية في الحرب الدينية اليهودية مناقضة للعقيدة والوجود اليهوديين، بما فيه كنيسة القيامة كما هو الحال بالنسبة إلى المسجد الأقصى. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريراً يستعرض استعداد البنتاغون لتسليم شحنات جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية بقيمة 136 مليون دولار إلى أوكرانيا، منها طائرات دون طيار وصواريخ موجهة بالليزر، في مساعدة عسكرية منفصلة عن كمية الأسلحة الهائلة التي قدمتها الولايات المتحدة. أكد وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والدعم بيل لابلانت أن وزارة الدفاع لديها 300 مليون دولار من التمويل الذي وافق عليه الكونغرس للإنفاق على المعدات العسكرية المسموح بها تجارياً. وقال لابلانت إن البنتاغون يتفاوض مع مقاولي الدفاع لتعويض آلاف الصواريخ استنجر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدروع التي تم توفيرها بالفعل لأوكرانيا من مخزوناتها. وتشمل هذه المساعدات صواريخ 70 ملم بقيمة 22.6 مليون دولار يمكن إطلاقها من طائرات الهليكوبتر، و 17.8 مليون دولار في طائرات دون طيار إضافية من طراز سويتش بليد. وقال مسؤولون إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ستشتري طائرات استطلاع دون طيار من طراز بوما مقابل 19.7 مليون دولار، وهو القرار الذي تم الإعلان عنه في البداية من الشهر الماضي. وأوضح لابلانت: نحن على اتصال بالشركات المصنعة كل يوم مع تطور متطلباتنا، وستواصل إدارة بايدن استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة العدوان الروسي. قال صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس التونسي قيس سعيد يعمل على تأكيد حكم الرجل الواحد وسط انهيار مستمر ملحوظ للاقتصاد. وجاء في تقرير أعدته مديرة مكتب الصحيفة في القاهرة فيفيان يي: مع انهيار التجربة الديمقراطية يلوح في الأفق انهيار اقتصادي قالت فيه آخر مرة انزلقت فيها تونس نحو أزمة سياسية وديمقراطيتها الوليدة وسط انسداد في الأفق السياسي واغتيالات كذلك واضطرابات. وقعت المهمة على عاتق الحراس التقليديين كي يعثروا على مخرج كما تصف الكاتبة. تونس ظلت على مدى العقد الماضي قصة نجاح أراد العالم أن تظل، ففي وقت خفتت نار التغيير في بقية أنحاء الوطن العربي ودخلت دول الربيع في حروب أهلية قاتلة وانقلابات وقمع، إلا أن تونس التي يعيش فيها 12 مليون نسمة وهي قطعة أرض تبدو مثل إسفين يؤشر في شمال أفريقيا نحو إيطاليا، استطاعت تجاوز أزمة 2013-2014 السياسية ووصلت مسيرتها. ومع ذلك لم يؤد الدستور الجديد وعدة انتخابات حرة ونزيهة إلى توفير الخبز والكرامة التي طالب بها الناس، ويسير البلد الآن نحو الكارثة وأنهك اقتصاده نتيجة سوء الإدارة ووباء كورونا والحرب في أوكرانيا. وتساءلت عن صمت الجماعات النقابية والمدنية، لماذا لا يفعلون شيئا؟ وجزء من الجواب عن السؤال كامن في السمعة السامة للديمقراطية التونسية الشابة بين التونسيين، وليس بين الذين رأوا أن حياتهم اليوم ليست أفضل مما كانت عليه قبل الثورة، ولكن بين الناشطين والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني الذين انتعشوا بعد الثورة. ولم يقدم أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية إلا أجوبة قليلة على مشاكل تونس، ونظر إليهم كفاسدين ليس أكثر من حزب النهضة الإسلامي الذي هيمن على السلطة التشريعية في مرحلة ما بعد الثورة، وكذا الإعلام المفترض أنه مستقل لكنه مملوك لرجال الأعمال المرتبطين بنظام زين العابدين بن علي السابق. علقت صحيفة أوبزيرفر في افتتاحيتها على نتائج الانتخابات المحلية في بريطانيا والتي تكبد فيها الحزب الحاكم خسائر فادحة،
وأكدت في افتتاحيتها على بعد مهم جدا في الانتخابات الأخيرة، وهو مصير الاتحاد البريطاني بعد فوز حزب شين فين في شمال أيرلندا بغالبية المقاعد. وقالت إن عناوين الأخبار التي وصفت أداء الأحزاب الرئيسة في انتخابات الأسبوع الماضي لم تكن درامية، ولكنها أخفت حقيقة عميقة، وهي أن حزب المحافظين عانى من خسائر بائسة بعدما فرضت الشرطة غرامات على رئيس الوزراء ووزير الخزانة بسبب خرقهما قواعد الإغلاق أثناء فترة الوباء. حقق حزب العمال نتائج مثيرة للانتباه في لندن وتقدما في مناطق أخرى، ولكنها ليست كافية لحزب يطمح للحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات العامة. ومضى حزب الديمقراطيين الأحرار واسترجع دوره كخزان للأصوات الغاضبة، وتحدى حزب المحافظين في مناطق عدة جنوبا وغربا. ومن جانب آخر، حققت الأحزاب القومية نجاحات جيدة، لكن أهم نتيجة للانتخابات يوم الخميس وما يمكن أن تعنيه للتسوية الدستورية في البلد هي نجاح شين فين في أيرلندا الشمالية وسيطرته على المجلس فيه، إلى جانب الاحتمال المتزايد لإدارة عمالية في ويستمينستر تعتمد على تعاون الحزب القومي الإسكتلندي، مما سيترك تداعيات لا رجعة عنها للعلاقات بين الدول الأربع التي تشكل المملكة المتحدة. حزب المحافظين حاول التقليل من خسائره كما هو معتاد، ولكن هناك إشارات أن هذه الخسائر بنيوية وليست دورية. فرئيس الوزراء بوريس جونسون لم يعد محبوبا، وبات حزب الليبراليين الديمقراطيين العائد يقضم من حصة المحافظين في الأصوات. وبحلول الانتخابات العامة فسيكون الناخب قد عانى بما فيه الكفاية من ارتفاع كلفة الطاقة والطعام، ونظرا لتراجع موضوع البريكزيت الذي شكل حوله جونسون تحالفه عام 2019، فإن التحالف هذا بات هشا. وفي خبرنا اليوم، منذ ساعات الفجر الأول يتوجه الفلسطيني راني برناط لمزرعته لجني ثمار الخيار ليعيل أسرته، متحديا إعاقته ورصاص الجيش الإسرائيلي الذي تسبب في هذه الإعاقة. يقود برناط كرسيه المتحرك نحو مزرعته في بلدة بلعين إلى الغرب من رام الله برفقة زوجته هنادي، ولسان حاله يقول: الإعاقة لا تحد من طموحي. وعام 2000 مع مطلع انتفاضة الأقصى أصيب برناط برصاصة إسرائيلية خلال مواجهات اندلعت على مدخل مدينة رام الله، ما أسفر عن إصابته بشلل نصفي وغيبوبة استمرت نحو شهرين. ويقول برناط: بينما يعمل على تفحص مزرعته التي تنتج خيارا من نوع البي بي الخاص بالمخلل، إن العام 2000 أحدث تغيراً جذرياً في حياته، انقلبت طموحاته بفعل رصاص الجيش الإسرائيلي. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء.